انت يوم بتطير انا ما برقد الليل، تبيع فتح محل صغير في البيت. هي اعطتني محبه وايموشن اكثر ما اعطت اخواني، فهي امراه عجيبه. اب تاجر وام تاجر. انا بالنسبه الحمد لله رضاها، هي تاهبر خط احمر. لا. وقوف بينهم في قضيه حاسمه كبيره. الوالده طبعا لها مكان خاص في القلب، هي كانت اقرب وحده لي وما زالت، بس مع الاسف اليوم هي عندها مريضه وعندها الذاكره راح الصفر، وتقريبا اولموس يعني جسم بتنفس لا تتكلم بس تشوف. ولما اروح اشوفها اتالم. ففي حياتي هي اقرب شيء لي، كانت جدا قريبه علي كولد اول سوري، فكانت يعني حبها غير طبيعي الحمد لله. اتذكر انا كان لما كان عمري 10 او 12 تبيع بضايع فتح محل صغير في البيت، بيتنا صغير، تروح تشتري اقمشه من السوق وتبيعها على الجيران وعلى الناس وتربح لها أرباح بسيطة طبعاً. بعدين عندها ولد عمتها كان في قطر، ساكن قطر هناك، وقامت تتوصي يجيب لها بضايع من قطر. فيوم سألتها قلت أنت تشترين من دبي، ليش تشترين من قطر؟ قالت والدي هذا اللي أشتري من دبي، الزبائن يروحون في السوق يحصلون نفس البضاعة، ما أقدر أربح فيها وايد، أربح فيها 5%، ما القطر أربح فيها 20% لأنها مو موجودة في السوق، فالبضاعة مختلفة عن السوق، فما شاء الله عليها. الله أنت نشأت بين أب تاجر وأم تاجر. أي الحمد لله، الحمد لله. بس علاقتي معها كانت غير طبيعية، كل ولد مع ابنه، بس لأنه يمكن أبويا بعد كان رجل صعب وتف. أنا جاي لهذا المسألة، إنه هذا الأب يعني خلق رجل بقوة. نعم. وكان شديد. نعم. المقابل المفترض يكون القلب الحلول. شوف سبحان الله، هي أعطتني محبة وإيموشن أكثر ما أعطت إخواني، لسبب الأم ترى أم، فلما شافت الأب شديد علي هي غطت الجانب هذا، فهي كانت حنان الأم والأب، لأنه هو بعد الله يرحمه يعني في حياته تعب وشقى وكان يشتغل كثير وبدأ من الصفر، يعني لما تبدأ أنت كعامل مو سهلة وتطلع في المجتمع، فكان تف وكان تف علي أنا، فهي غطت هذا الجانب. إيش كانت تقول لك حتى تخفف عليك من هالحدة؟ تتذكر شيء خاص؟ يعني لها مواقف، موقف أهم موقف اللي أنا ما أنساه، لما تخرجت من الثانوية الوالد ما كان يبغيني أروح الجامعة وكان يبغيني أشتغل عنده في المحل لأنه كنت مساعدينه وكان يشوفني يد اليمنى. وهي وقفت معي. بعدين امرأة مع، أنت لازم تتصور 5 أولاد، أبوها متوفي، أمها متوفية ما عندها أحد، أخوها رجل بسيط، وين بتروح؟ والوالد كان شخصيته جدا قوية، لا تنسى أم عراقية. العراقيين تفق بي فكان رجل يعني شديد وله احترام وله مكانة في المجتمع، فأن تقف ضده وتناقشه وتقول لا ولدي بيروح الجامعة، ترضيت أو ما رضيت، ما كان موقف سهل. يمكن هذا أول وقوف بينهم في قضية حاسمة كبيرة. أنا رحت بغداد، بسولف لك عن بغداد بعدين، وفشلت في بغداد. درست سنتين وسقطت ورجعت إلى دبي وما كنت أدري شو أسوي، والحكومة قالت ما بيعطيك بعثة لأن أنت رحت وسقط، بدأ سقط ما يعطونك بعثة مرة ثانية، وقلت بروح أمريكا. وفوجئت، أكبر مفاجأة اللي تقول لي في حياتي كانت لما الوالد يسقرني المغرب أضري، وكان غرفة نومه فوق في الدور الأول، قال لي تعال أبغى أشوفك. رحت عنده ولا محضر لي مبلغ ويقول لي هذه روح ادرس يا ولدي وخذ. فاستغربت، قلت له أنت رافض الفكرة من أساسه. قال لي حاولت معاك وتعبت معاك وما منك فايدة، أنت في راسك تبى تدرس سير ادرس، شو أسوي لك؟ يعني كان متعب. نعم. لكن يبقى الأب أب مهما أنت سويت، يبقى أب وتبقى الأم أم، وهاي الحياة الحمد لله. فكان له موقف يعني ما أنسى الله يرحمه. وأخذت المبلغ ورحت فيه على أمريكا ودرست هناك. ايه. وثم رجعت. بسولف لك عن التجربة ما بعد الثانوية. طبعا رحت بغداد، تميت سنتين،
بكون صريح معك، كانت سنوات جميلة. بغداد كانت مدينة جميلة. بعدين أنا انطلقت من البيت والدكان إلى أخذ استقلاليتي كشاب عمري 18 سنة، وبنيت بعض العلاقات. لكن ما أنسى في بغداد العائلة خالبو، كان رجل فقير يبيع شوربة حساء في السوق، عنده محل صغير وعنده 9 بنات، 4 متزوجين و5 في البيت، وعنده ولد، عائلة كبيرة. أعطوني غرفة، لكن والله خلوني بعيونه وأكرموني. وأنا ما أنسى زوجتي الله يرحمها إنها كانت أجيب من الجامعة أي تخلي الغداء، وعندها بنت صغيرة اسمها علياء، هاي عمرها كان 10 سنين 8 سنين. تي مرة تقول حق أمها: ماما ليش كل اللحم حق عم حسين؟ يعني هاي ما أنساها. فتقول لي: أص أمي بنتي، هذا ضيف عندنا. أثروك على نفسك. إيه نعم. وهي أنا ما أنساها. واليوم الحمد لله أحفادي أنا أهتم فيهم، لأنهم ما أنسى فضل أم. الله يغفر لهم ويرحمهم جميعا. طبعا أول سنة سقط، لأن أنا بدأهم شهرين متأخر، لغتي الإنجليزية ضعيفة. جامعة بغداد من أرقى جامعات، كلية الطب كلها بالإنجليزي، والمدرس يتكلم مثل ما نكلمك بالعربي، يتكلم بالإنجليزي، وكل حرف في الميديكال 14 كل كلمة 14 حرف، ولا أقدر ألحق عليه ولا أقدر أكتب نوتس. ففشلت، سقطت أول سنة. بس ليش اخترت الطب؟ اخترت الطب، والله بكون لك صريح، تدري الوالد رجل أمي ما عرف تقايد مني، وكان يبغيني أصير تاجر عنده في المحل، وأنا بغيت أدرس. والوالدة امرأة قارية قرآن، يعني ما عندهم كانية تفكر تقول يصير مهندس. وإذا قصة طريفة أذكر لك إياها، كنت أبغى أصير بايلوت قبل الطب. إيه، لما كان عمري 16 سنة طيار. ورحنا بيروت إجازة سنة 73. جميل. قبل ما تخرج بسنة، أنا تخرج 74. وفي بيروت كان في مدرسة كلية تعليم طيران، وحتى شرت من الوالد ما خبرتهم، وصر ساعتين هناك التقيت معهم، بعدية خبرت الوالدة. I was very close، لكن مقرب. فهي يعني امرأة عجيبة، ما قالت لي لا، بس قالت لي: ابني انت يوم بتطير انا ما برقد الليل. فقلت لا، انا بالنسبة الحمد لله رضاها، هي تاهبة الخط احمر. فلغيت فكرة الطيار. ثم كان عندي مدرس اسمه فراز العلوي، رجل فاضل من مصر، هو أقنعني، قال لي: أنت روح الطب يا ابني، أنت كده في الطب حتنجح. فرحت الطب، ففشلت أول سنة، فشلت ثاني سنة، يعني يمكن الفشل من أول سنة أثر فيه، وما كنت موتيفيتد، خلاص أحبط. أول مرة أفشل، بعدين ضربت الوالد عشان أروح الجامعة، وأخواني كلهم متأملين فيه، والدتي متأملة فيه، وأنا سقط. فكان وضع يعني مو سهل. فسقط سنة ثانية، وبعدين بغيت يعطوني فرصة ثالثة،